سفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، اهلا بيكم مرحبا في برنامجكم الشيف. النهارده عندنا فراخ شربينية. يا دلعك هنعك من اولها، المخرج بيقول لي بدأت. نهارنا عدى على الخير ان شاء الله. طيب عندنا دجاج على الطريقة الشربينية. يبقى عندي فرخة، عندي فريك وبصل وتوم وطماطم، وعندي فلفل الوان، كزبرة خضراء، سنيبر وزبيب ومكسرات، بودرة زعفران، زيت عباد الشمس كريستال، ملح وفلفل. كده بدأنا. طبعا رمضان بمناسبة النهاردة حلقة خاصة من كريستال بيهني كل الشعب المصري برمضان، فالنهاردة الحلقة كلها كاملة متكاملة من منتجات كريستال شركة أرما. بتقول للسادة المشاهدين كل سنة طيبين وبعود الأيام، وكل حاجات النهاردة منتجات كريستال. طيب يبقى هنشوف هنعمل ازاي. الفريك بتاعي لازم انقعه من بالليل او اسلقه نص سلقه، او ابدل الفريك برز زي ما انت عايز، بس الرز يبقى مطبوخ يا الفريك برضو يبقى مطبوخ. يبقى الحاجه من اللي احنا هنعملها لازم نكون واثقين منها. ابراهيم فين بقيه الحزام؟ كده كله قطع صغيرة كده. يبقى نبدأ نحط زيت، زيت عباد الشمس. حاضر والله اللي انت عايزه يا حضرة المخرج انا انفذه، انا تحت امرك. بسم الله الرحمن الرحيم. حط البصل. صباح الهنا على ست جنى. صباح الخير، بونجور. صباح البنجور. انا ما صدقت لما شفتك مباشر، بقول لي هدى ايه ده بتعوضولي الايام اللي كانت فيهم بلبنان. قالت لي اما احنا برمضان كل يوم حتى الجمعه. يا نهار ابيض. لا اعمل ايه بقى، ما هو قالوا لي بقى ست جنى كانت غايبه بقى لها شهر، عايزين نعوض الشهر بتاعها بقى. بونجور يا شاف ويا والله العظيم لما فتحت دلوقتي ما صدقت لما لقيت مباشر على طول. صباح الفل عليك وعلى كل الكروب اللي معك. صباح الفل على عيونك وعلى حضرتك، وصباح الكل حاجة حلوة على عيونك. ده أحلى يوم خميس بالعالم، يعني إنك أنت مباشر على هوا. الله يكبر بخاطرك، خليك لي يا ست الكل. الله يخليك، نهارك أبيض. كل الناس اللي عندك بيصبحوا عليك، يقول لك المخرج كمان أهم شيء. المخرج بيصبح عليكي، وبرغم انه بخبط معايا من الصبح هو مش عارف ان ورايا ناس تاكل الزلط، بس اهو بنقول له زي بعضه. صباح الخير عليك. صباح الفل الحلو وعلى المشاهدين كلهم. نهارك ابيض يا ست الكل، صباح الفل على عيون حضرتك. صباح الهنا على ست جنى. كده هنا ادي الفلفل الالوان. هدي الفلفل الالوان، نجيب شوية ثوم. ناخد كله وناخد اللي احنا عايزه، الباقي ايه نخليها، ده احنا هنشتغل بيه.
يا ست سحر، سلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك يا شيخ؟ ازيك يا ست سحر؟ الحمد لله تمام. اموريني سعادتك. ممكن حضرتك تقول لي طريقه الريش المشويه؟ على عيني يا فندم. حاجه ثانيه؟ الريش الضاني. على عيني يا فندم. حاجه ثانيه؟ بشكرك، بشكر حضرتك على اتصالك. الريش المشويه يا جماعه بتبلها شويه زعتر، زيت زيتون، عصير ليمون، ميه بصل، ميه طماطم، شويه مستردة، ملح وفلفل، كل التوابل اللي بتحبيها حطيها، كل ده بضربه في الخلاط، بعد كده بصفيه بحطه مع الريش واتبلها لمده 4 ساعات 5 ساعات. كل ما تعاديها فتره اكبر كل ما تكون افضل. دي احسن تتبيله للريش الضاني. ست اسماء سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ شربي؟ ازاي حضرتك؟ انا اسف الخط قطع من عند حضرتك، انا بعتذر لحضرتك تاني. كده ادي الطماطم، صلي على حضرة النبي. عمنا المخرج بيقول لي عايزينها تبقى سبايسي، عايزينها سبايسي. حاضر يا معلمي. شوية صبارة خضراء. يا عم يوسف سلام عليكم. الشيف شربيني معنا؟ أنا معاك يا حبيب قلبي. كل سنة وأنت طيب حضرتك، إحنا مش مصدقين إحنا بنكلم حضرتك بصراحة. لا يا فندم أنا خدامك يا حبيب قلبي. طيب هو عاوز يسألك، بيقول لك في بيتزا بالبيض. نعم. طب تعالى يا يوسف. أسمع حضرتك عايزة إيه يا فندم؟ ألو؟ ألو؟ أمور يا فندم. هو في حاجة اسمها بيتزا بالبيض؟ بيتزا بالبيض؟ اه اه على عيني طبعا، اكيد يا حبيبي. دي البيتزا البلدي الشرقية الحلوة الجميلة بتاعتنا. بيتزا بلدي حلوة، اه طبعا اكيد اكيد يا بابا. اه كده شوية سنيبر، هو بيسموها بيتزا بلدي وناس بيقولوا عليها فطير حادق. يعني كله شغال. حطينا شوية المكسرات، شوية زبيب، يلا حبة زعفران. يا ست نورهام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ست نورهام ازيك يا ست شيرين؟ انا بحبك قوي والله. صباح الفل على عيون حضرتك يا فندم. صباحك يا، كل سنة وانت طيب. بعودة الايام يا حبيبتي، اموريني سعادتك. انا بتصل بس عشان اسلم على حضرتك واقول لك كل سنة وانت طيب. صباح الفل على عيون حضرتك يا فندم، ربنا يكبر بخاطرك يا فندم. اشكرك، بشكر حضرتك على اتصالك الجميل، شكرا يا فندم. ادي بقى شويه الملح، شويه الفلفل، وطبعا اديت لها شويه فلفل حراق. هناخد جزء وهنشوف الجزء الثاني هنعمل فيه ايه. طيب كمان شويه فليك عشان اللي هيفيض. كده نشيل بقى كل الحاجات دي من هنا. كده هستاذنكم مش هفتح الفرخه لما نرجع سوا، فاصل وارجع لكم تاني. اول دور محطه واضربها يا حبيبي. رجعنا بعد الفاصل وتعالوا نشوف هنعمل ايه في الفرخه، هنحشيها ازاي؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي مع حضراتكم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم.
عم شريف بيقول انت شردت الفرخه، انت مش قلت هتحشيها؟ اه يا عم مش هشويها هحشيها. بيقول لي امال فتحتها الفتحه السودا دي ليه؟ يا عم ما تخافش يا عم، قول قول يا رب بس ما تقلقش انت كده، وما تقدم يعني ايه ما تكسرش مقاديفنا عشان نعرف نقدف. بيقول لي ما انت مزعتها. طيب هي عايزه تمزع هنعمل لها ايه؟ كده اهو تمام كده يا عمي. ناخد جنب جنب اهو. ادي جنب وادي الجنب التاني، كل واحد ايه ينام على الجنب اللي ريحه. كده اهو هنعمل ايه بقى تاني؟ نشيل بس الحته الزايده دي. يا ست هاله. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه هلا. ازاي حضرتك قوي؟ صباح الفل على عيونك يا حبيبه قلبي. تمام خليك. بحب حضرتك قوي. صباح الفل عليك يا بنتي. انا عايزه اسال كنافه بالمانجا. حاضر على عيني على عيني على عيني يا ابني. لو في شويه مانجا تحت هات لنا شويه مانجا. يا هدى شكرا جبته من الاخر. ما نجلكيش في مانجا. يبقى كده نزعنا كل حاجه منها زي ما انت شايف كده. طيب نجيب دي كده على جنب ونرجع تاني لدي. نفتح نفس الفتحه اللي احنا فتحناها كده اهو. شو جو؟ ايوه. صباح الخير. صباح الخير يا شربيني، بحبك قوي. ازيك يا جو؟ تمام. انا عايز اسال على الكيكه اللي بالشوكولاته. ايه تاني يا حبيبي؟ لا بس عايز اسال على الكيكه بس. على عيني يا حبيب قلبي على عيني يا روحي. شكرا يا ابني. شكرا يا جو. كده صح كده يا عمي؟ طيب نشيل بقى دول كده اهم على جنب. هعمل دول في دول ايه كده. عندي هنا شويه شوربه اهو اهو كده عشان نعمل شويه شوربه بيهم. مفيش حاجه عندي بتترمي. برضو عم هشام عم شريف عمال بيقول انت متوهني ليه؟ فهمني انت بتعمل ايه. طب ايه يا راجل انت ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ طيب نيجي هنا بقى. فتحنا الاولانيه اهي وادي التانيه اهي وادي كده اهو. نجيب الفريده كده ونعمل ايه؟ حاضر يا سيدي. حاضر حاضر. ياد فديت ياد وديت فين ياد ياد وديت القتين فين؟ انت كلت القتين ياد؟ دي منبة يا معلم دي منبة. طيب يا ميري. الو. ايوه ايوه يا ميري ازيك؟ طيب ال 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 الكياس قلنا زي بعضه. طب كمان المبط بتاع اللحمه في ايه يا جماعه؟ هنتخانق مع بعض ولا ايه يا عم عاشور؟ يا ميري. الو. ايوه. صباح الفل. حولني على الكيس شربيني من فضلك. انا معاك يا فندم. وكاس بلاستيك لو سمحتوا النبي. انا معاك يا فندم. شربيني مع حضرتك. امور يا فندم. ايوه. صباح الهنا.
الشيف شربيني ما بيردش. انا برد، انا معاك انا الشربيني يا فندم. اهلا وسهلا. كل سنه وانت انت واقفه فين بالظبط حضرتك؟ انا مش سامعك يا ست ماري. طيب حاولي يا حضرتك تسمعيني صوتك، الله يخليك يا ست مروه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ست مروه. انا عايزه اشكرك على الاكل الجميل انت بتعمله، وعايزه اسال سؤال لو سمحت. انا تحت امر سعادتك، اتفضلي. عايزه اعرف طريقه عمل الكبده العجالي، وازاي الواحد يضيع ريحه الزفاره اللي فيها. الكبده العجالي فيها زفاره؟ الكبده العجالي دي من اجمل انواع اللحوم، جميله هاديه وحلوه وزي الفل، لكن اخليك تعملها زي ما انت عايزها، ما فيها زفاره خالص. حاضر، على عيني. كده احنا كده احنا حلوين يا عم الحاج شريف. طيب ادي شويه فلفل، شويه ملح، نتدلع بقى، احنا ما ورناش حاجه. كده قوم بقى يا سيدي، روح جايبين دي كده، واروح حاططها كده. دي كده يبقى كده حضراتكم، نبدأ نتوكل على الله ونلف. هنلف ازاي بقى؟ هنجيب من هنا طرف خالص رفيع كده، نعمل لها اي مسكة، صلاة النبي على فوانيس كريستال. وريني فوانيس. الله أكبر الله أكبر. نلف التانية. أكبس بإيدي كده أهو أهو أهو، وأروح قالب كده أهو. نرجع بقى هنا تاني، بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب دي كده، نقرب دي كده، ادي طماطمية
كده نخش الفرن بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اخد فاس وارجع لكم تاني. هنعمل كنافة مع بعض بالقشطة. فاس وارجع لكم تاني. يا دور محطة ولا تروح بريحة.